نبارك لكم شهر رجب المرجب، ونبارك لكم ذكرى ولادة الأمام الهمام المعصوم محمد الباقر عليه الصلاة والسلام، وذكرى ولادة مولانا الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وكل عام وأنتم بخير. لتعجيل الفرج مولانا صاحب العصر والزمان، ولقبول الطاعات، ونصرة شيعة أمير المؤمنين، لا سيما الحشد الشعبي، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، قال عنه: ستقابل وترى ولدي محمد الباقر الذي يبقر العلوم بقرا. هذا في حياة الرسول، وبعده كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم الحسن المجتبى والحسين الشهيد، وقد لقاه في بعد واقعة الطف وقال: إني أبلغك سلام سيدي ورسول سيدي ومولاي جدك رسول الله محمد. مقتطفات من حياة الإمام الباقر، وأترك الكلمة لسماحة الشيخ والآخرين نستفيد منهم إن شاء الله. عن شهر رجب المرجب، قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا تدعوا صيام يوم 27 من رجب، فإنه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد. اللهم صل على محمد، المبعث النبوي الشريف، وثوابه مثل 60 شهرا لكم. شو الأجر العظيم هذا؟ ثواب من صام يوم 27 المبعث النبوي الشريف يعادل 60 عاما، والقول للإمام المعصوم. أما عن مولانا ومقتدانا أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: إن نوحا عليه الصلاة والسلام ركب السفينة في أول يوم من رجب، فأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم، يعني أول يوم من رجب، فأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم، وقال عليه الصلاة والسلام أبو الحسن الإمام الكاظم: من صام ذلك اليوم، اللي هو يوم أول رجب، تباعدت عنه النار مسيرة عام. صدق مولانا ومقتدانا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. لكي نعرف من هو الإمام الباقر، محمد ابن مسلم أحد الصحابة الأجلاء نقل عن الإمام الباقر عليه السلام 30,000 حديث، ولا نستغرب، لا نستغرب من هذا الأمر من أهل بيت النبوة. الرواية تقول: يروى أن نصرانيا لاقى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية نستفيد منها من أخلاق أهل البيت، وكيف هم يجب أن نقتدي بهم. وماكو اللهم أني لوجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد لو جعلتهم شفعائي في زيارة الجامعة. هذه الرواية جدا لطيفة، يقول أن نصرانيا لاقى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام
ضايجي من الإمام هذا، سامع بالإمام بس يريد يضوج الإمام سلام الله عليه. قال له أنت بقر، والعياذ بالله، مخاطبا الإمام الباقر. قال له أنت بقر، فأجابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنا الباقر، بكل برود. قال له النصراني أنت ابن الطباخة، يعني أمك كانت تطبخ، يستفز الإمام يعني. قال عليه الصلاة والسلام ذلك حرفتها، طبعا بين قوسين هي لم تكن طباخة، هي بنت الإمام، منو زوجة أم الإمام الباقر؟ منو؟ بنت الإمام الحسن المجتبى، أحسنتم صلوات الله وسلامه، لم تكن طباخة. قال ذلك حرفتها، الإمام جاوب. قال النصراني أنت ابن السوداء الزنجية البذية، والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام إن كنت صدقت غفر الله لك، إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت قد كذبت غفر الله لك. فخجل النصراني وأخذه الحياء من شدة حلم الإمام، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هكذا هو حلم الإمام، هكذا هي أخلاق الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عمرو بن عبيد جاء إلى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وأراد أن يمتحن الإمام، فقال جعلت فداك، ما معنى قوله تعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ شنو هذا تفسير هالكلام، هذا تفسير الآية هذه؟ قال ما هو الرتق والفتق؟ عمرو بن عبيد متوجه للإمام الباقر، ما هو الرتق والفتق؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام كانت السماء رتقا لا تنزل المطر، وكانت الأرض رتقا لا تخرج النبات. ثم توجه بالسؤال الثاني عمرو، قال أخبرني عن قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما غضب الله؟ فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه غضب الله عقابه يا عمرو، ومن ظن أن الله يغيره شيء فقد كفر. نعم. أما الرواية الثالثة فتقول كان الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس من حوله، فابتدأ الإمام الكلام قائلا، هاي رواية جدا مهمة، قد أنا ما سامعها من قبل في الواقع، أنا ما سامعها. فابتدأ الإمام الباقر عليه السلام قائلا ما أكثر ظلم هذه الأمة لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. شلون؟ ما أكثر ظلم هذه الأمة لعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب عليه السلام وأقل أنصاره. يقول الإمام إنهم يمنعون عليا ما يعطونه لسائر الصحابة، وهو أفضلهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكيف يمنع منزلة يعطونها لغيره؟ فقيل له وكيف ذلك، بيننا يا ابن رسول الله وكيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام لأنكم تتولون محبي أبي بكر وتتبرؤون من أعدائه. واضح؟ كائنا من كان من أعدائهم،
أنكم تتولون محبي أبي بكر وتتبرؤون من أعدائه كائنا من كان، كذلك تتولون عمر بن الخطاب وعثمان وتتبرؤون من أعدائهما كائنا من كان. واضح القضية؟ طيب، حتى الإمام يقول حتى إذا صار إلى علي عليه الصلاة والسلام قلتم نتولاه ولا نتبرأ من أعدائه. ما يصير أن توالي عليا ولا تتبرأ من أعدائه، هذا ما مقبول عند أهل البيت. قلتم نتولاه ولا نتبرأ من أعدائه، بل شنو؟ بل نحبهم. الإمام يقول فكيف يجوز هذا لهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في علي عليه الصلاة والسلام اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وليس هذا بإنصاف. الإمام الباقر يذكرهم للناس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هكذا هو الإمام الباقر، وهكذا هي سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكي نوفق لزيارة أئمة أهل البيت في البقيع نرفع أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جد في مسيرك عاجلا لا تنبلي. لسان حال المؤمنين المجتمعون هنا وفي كل مكان يجددون العهد والبيعة لأهل البيت، لا سيما إلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. جد في مسيرك عاجلا لا تنبري، رفرف جناحك كالحمام الطائر، وامضي إلى تلك الديار بلهفة، يا زائرا قلبي إليك وناظري، شد الرحال إلى القبور وقف بها. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الباقر والإمام الصادق والحسن المجتبى والإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شد الرحال إلى القبور وقف بها، إن هدموها ليس ذاك بضائري، والثم ترابا طاهرا تحظى به، واخلع نعالك وانحني بتفاخري، قف بالبقيع مهللا ومسبحا. أرض طيبة، أرض مباركة، قف بالبقيع مهللا ومسبحا، والق السلام على الإمام الباقر. اللهم صل على محمد. صحيح صيام، صحيح تعبانين، صحيح جايين مسافة بعيدة، لكن صلواتك أريدها توصل إلى هناك، إلى المدينة المنورة، بأعلى أعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قف البقيع مهللا ومسبحا، والق السلام على الإمام الباقر، من أخبر المختار عنه باقرا، قد شاع حقا في رواية جابري، يا باقرا بقر العلوم مبجلا، لا تخفى عنك بباطن وبظاهري، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
أحسنتم.